انضمت المكسيك وتشيلي الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في أخطر الحالات التي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي. كانت جنوب إفريقيا قد قدمت في 29 ديسمبر الماضي دعوة ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.